وفي حالي ويلا حسن الختام. اليومين اللي عايشهم عايز اعيشهم بعيد عن المشاكل، لا معاك ولا مع الحكومه ولا مع اي حد. انت هتحكي لي قصه حياتك؟ انت على بعثك نفوخك. البنت اسمها ايه؟ لواحف. اسمها لواحف. نهارك كله مستكوك طلباتك يا عناي. لواحد ساكن هنا برضو؟ يجوز ويجوز لا. مش نتعرف الاول؟ ليه يا بنت يا ولاده؟ ده جدع بيسال عليك يا سماره. الله ما يحكمش، انت ولد مستعجل كده ليه؟ انت لواحد؟ تحت امرك يا عناي. واحنا يعني ما نشبهش ولا ما نشبهش؟ خش يا بنت على خانك يا بنت. الجدع عاصرني انا بالذات وبالاس ما يحكمش. من حكم يا حبيبتي ما يزلمش. حكم حكم. تعالى يا عنيا تعالى خد رجلك اليمين. ده احنا نهارنا نادي بالقشطه. اتفضل يا اسمر يا عسل. مش انت برضو بتاع خمرت مهيطه؟ ايوه. انا عايزك تحكي لي حكايه صغيره قوي. الله. احنا نهارنا سلطاني قوي. عايزني بقى احكي لك ايه؟ حكايه امنا الغولة ولا الشاطر حسن؟ لا حكايه الشاطر زين. بس انا ما اعرفش حاجه. ما عطلكش يا عنايا. مش بسرعه كده، لسه قدامنا اليوم طويل. انا ما اعرفش حاجه. ما اعرفش حاجه. انت هتتكلمي ولا عايزه تحصلي زين؟ انا مش فاكره حاجه. يوميها كنا مدهولين على عنينا. مش فاكره حاجه. حاولي يا واحد افتكري اي حاجه. كان في واحد مستنيه على يمة الحارة بالعربية. سيزين ركب معاه ومشي. شكله ايه الجدع ده؟ ما شفتش، الدنيا كانت ضلمة. طب العربية نمرتها ماركتها اي حاجة؟ ما عرفش، الدنيا كانت ضلمة ضلمة. ده كل اللي شفته. متهيالي متهيالي الجدع اللي كان في العربية يقول لسيزون سي همام عايزك. مين؟ سي همام.